شراكة وبناء وتنمية. ومن أهدافنا تحسين فرص التعليم وبرامج وخدمات الرعاية الصحية وتطوير وبرامج التنمية الاجتماعية وتطوير وبرامج التأهيل وبناء القدرات لجميع فئات المجتمع، توسيع شبكة التعاون الدولي وتمويل المشروعات والبرامج، برامج العلاقات العامة والتواصل الدولي عبر مكاتب الوكالة والجاليات اليمنية. مركزنا الرئيسي في اليمن، لدينا مكتبا في تركيا ومكتبا تحت التأسيس في أمريكا ومكتب يعد الآن في بريطانيا، ولدينا مندوبين في كل من اندونيسيا وماليزيا. وتطمح الوكالة إلى أن يكون لها تمثيل في مختلف الدول، ويحكم العلاقة بين المركز الرئيسي والمكاتب الأخرى بروتوكولات حسب النظم المعمول لها في كل دولة. الوكالة اليمنية الدولية للتنمية إضافة نوعية للعمل الإنساني، والفجوة التي حصلت في اليمن من نتائج الاقتتال والفساد الإداري والمالي تجعلنا أن نقف وقفة مسؤولة في هذا الظرف الصعب التي تمر به البلاد. يسعدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا هامة وقامة سابقة في العمل الإنساني، أستاذنا الدكتور هاني البنا، مؤسس المنظمة الإغاثية الإنسانية وعضو ناشط في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وهو حاليا يرأس المنتدى الإنساني ويرأس المنتدى الخيري الإسلامي. وأستاذنا الدكتور هاني غني عن التعريف، فهو نار على رأسه علم. أترك الحديث لأستاذنا الفاضل ليبدأ محاضرته التي بعنوان الشراكة بين المؤسسات الإنسانية والمشاهير. فليتفضل أستاذنا مؤيدا ومباركا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا بنشكر الوكالة الدولية اليمنية للتنمية على استضافة هذه الورشة وهذا اللقاء، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نوفق كما قال أخينا، لأن الموضوع بتاع الشراكة مع المشهورين والنجوم موضوع في غاية الصعوبة وغاية الحساسية، وأتمنى أن يوفقني الله سبحانه وتعالى إلى ما يحب ويرضى. لكن اصبروا معي في هذا اللقاء، لأن احنا قعدنا نعده الأخت فاطمة حرسي والأخ عمر جمال والأستاذ علي الشوة وبعض المتطوعين أيضا علشان يجعلوا المادة العلمية لكم ثرية. أنا هبدأ حديثي اليوم بقصة طريفة حصلت في 2006 لما نزلنا مصر، عشان احنا فكرنا أننا نبدأ هذا المشروع مع الفنانين في اللي هم خاصة فنانين التلفزيون والإعلام والسينما والمسرح إلى آخره. فربنا هداني لشيء معين، ان انا اتحدث مع احد زملائي اللهم يا ربنا يديله الصحة والعافية، اللي هو الدكتور هاني السبكي، وهو كان اخصائي امراض نفسية وعصبية، علشان يحلل لي شخصية النجم المشهور السينمائي والتلفزيوني. فقال كلمة شهيرة ذكرني بها الاستاذ لطفي السيد اللي هو يعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة الوقفة الدولية. قال لي تتذكر دكتور هاني السبكي قال لنا كلمة واحدة: لا تتزوجوا المشاهير.
زواجا أبديا كاثوليكيا، أبدا لا تتزوجون بهذا الموضوع. لماذا؟ لأنهم دائمي التغير ودائمي التقمص لشخصيات مختلفة يمثلونها في المجتمع. فدي كانت النصيحة بتاعة الدكتور هاني السبكي، ودي كانت التذكرة بتاعة الأستاذ لطفي الصيد. الشريحة التانية يا علي، بتعريف المشاهير، شيل لي الحتة اللي بتاعة التوكينج دي اللي فوق دي، أيوة ابعدها خالص عشان مش عارف أقرأ أنا. من هم المشاهير؟ المشاهير هم مجموعة من الأشخاص الذين لهم قبول وانتشار واسع بين جمهور ما أو مجتمع ما، وأنتوا عارفينهم أكتر مني، أهل الفن، مغنيين، مشاهير رياضة، أدب، إعلام، تاريخ، رجال دين، سياسة إلى آخره، وحاليا حاليا حاليا اللي هم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على حسب المنصة اللي بيهم. أما مؤسسة أوكس يونيسيف اللي تابعة للأمم المتحدة، مؤسسة الطفولة، حماية الطفولة، اليونيسيف، أيوه، بتعرفهم على أنهم الذين لهم القدرة على جذب الانتباه ويستطيعون وضع احتياجات الأطفال أمان. يعني هم ماشيين بالنسبة لليونيسيف اللي هي جزء الأمم المتحدة، أنهم الناس اللي عندهم القدرة على جذب انتباه الجماهير إليهم. بعدين، ما هم أنواع النجوم بالنسبة لي أنا شخصيا؟ وهذا ما أؤمن به، في عندي نجمين معنويين، نجمين معنويين ونجم مادي. أما النجم المعنوي الأول والذي هو على قمة الهرم ولا يشاركه في هذه القمة أحدا على الإطلاق تأبيدا سرمديا، وهو الفقير والمحتاج والمريض والأرملة والمسكين وغيرهم من المحتاجين، وهو ذا قمة الهرم ولا يعلو عليه أحد. حذاري ثم حذاري ثم حذاري أن يعلو على هؤلاء أحد مهما تعددت ملياراته. النجم المعنوي الثاني، وهي المؤسسة التي لا بد أن نقف إلى جانبها، ها، وهذه المؤسسة هي عصب وقاعدة النجومية، لأن هي الجهة التي تحاول أن ترفع العناء والبلاء والشقاء عن الفقراء. يبقى القمة الفقير، العصب واللحمة هي المؤسسة، زي ما احنا شايفين كده، الاتحاد الأوروبي، الإغاثة الإسلامية، أوكسفام، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة إلى آخره، سيف ذا تشيلدرن إلى آخره إلى آخره إلى آخره، وغيرهم من مؤسسات كثيرة جدا جدا جدا، زي الوكالة اليمنية للتنمية الدولية. النجم المادي بقى ده نوع تاني من انواع النجوم، اللي هو المفروض حينجم ويرتفع قدره او قدرها حينما تقف الى جوار النجمين المعنويين. النجم المادي هم النجوم والمشاهير والشخصيات التي نريدها ان تعلن عن نجومية النجوم المعنوية، فتتحدث عنهم في المحافل وتقدم لهم اعمالهم وتدافع عن انجازاتهم، يعني تدافع عن مؤسسة وتدافع أيضا عن الفقراء والمساكين والمحتاجين. ولا يصح على الإطلاق أن تعلو نجومية النجم المادي على النجم المعنوي، بل ويتشرف النجم المادي بحمل لواء وقيم ورسالة النجوم المعنوية، لأن هذه الرسالة بالنسبة إليهم نجومية في الدنيا، فهم يحتاجونها أشد الاحتياج، والعكس ليس صحيح. النجم التاني عن الكلمة، لأننا ننجذب إحنا كمؤسسات إلى أضواء النجوم المادية وننسى معايير المؤسسة. خطر 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 أن ننجذب إلى ضوء النجم المادي وننسى معايير المؤسسة. النقطة الرابعة، النجوم الماديون لابد عليهم أن يقفوا إلى جانب الصرح المؤسسي ومن تخدمهم المؤسسة من المحتاجين، ولا بد أن تكون حيثية المؤسسة وقيمتها المجتمعية، وكذلك من تخدمهم أعلى بكثير من حيثية النجم المادي ولو اشتهر في العالم كله. لذا لزاما علينا أن نجعل النجم المادي دائما أصغر من المؤسسة وأصغر من المحتاج. هل الأمر ده واضح بالنسبة لنا جميعا؟ أنا أفرق عشان احنا ماشيين في الطريق من أوله. فإن اتفقنا على النجومية المادية والنجومية المعنوية نكمل معاكم، ما اتفقناش اللي عايز يقفل ويمشي يتوكل على الله. يلا يا علي.
كيف نوسع قاعدة النجومية المعنوية؟ إن من مصائب عصرنا الحالي هو الانكفاء في معنى وفهم النجومية، والتخبط في مدلولات تعريف النجومية، لأننا أصبحنا نقدر ونقدس النجوم الماديين بدلا عن النجوم المعنويين. وأذكر هنا بعض الأحاديث التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعنيها، في أن دخول الجنة لا يقتصر فقط على البشر أو من نخدمه من البشر، بل دخلت باغية من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته، ودخلت امرأة جهنم في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها. وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: وفي كل كبد رطب صدقة. يعني هنا بنوسع النجومية المعنوية، لأنها لا تقتصر فقط على البشر الذين يعملون لحماية البيئة، الذين يعملون لحماية الحيوانات، الذين يعملون لحقوق الإنسان إلى آخره. كل هؤلاء يعتبروا توسعة لقاعدة النجومية المعنوية. بعدين يا علي، كيف يعرف المجتمع النجم؟ لا يوجد هناك تعريف واحد يتفق عليه كل المجتمعات، يعني بعض المجتمعات تعرفها زي ما عايزها، يعني مفتوحة. فكل مجتمع يعرف نجومه على حسب الثقافة بتاعت المجتمع، وقيم المجتمع، وأخلاق المجتمع، والظروف المحيطة السياسية والأمنية المحيطة بالمجتمع. فلذلك نجد نجم في هذا المجتمع لا يصح أن يصير نجم في هذا المجتمع. وكذلك أولا إحنا بقى نتكلم عن إيه، من هو النجم؟ لكن في ايه؟ نتفق على بعض معايير النجوميه. ايه هي بعض المعايير، مش كل المعايير، بعض المعايير. اولا عدد المتابعين والمعجبين بهذا النجم او هذه النجمه. العدد، ناس بتحبك او ناس بتحبك كتير. اتنين، القبول المجتمعي للدوائر المختلفه لهذا النجم. يعني في نجم المجتمع النجوم بتحب البشر بيحبوه، الافراد المواطنين، لكن الدوائر الاخرى ما بتحبوش. فيبقى القبول المجتمعي للدوائر المختلفة في هذا المجتمع. اتنين، تلاتة، اللي هي شخصيتك انت الكاريزمية، اللي انت لما بتطلع في التلفزيون او في السوشيال ميديا اللي هو التواصل الاجتماعي او في السينما، الناس بتحب تروح تتفرج عليك او تتفرج عليها. النقطة أربعة في المعايير، أخلاق وقيم النجم التي يراها ويسمعها ويعيشها النجم نفسه. يعني مش مثلا هتكلم كلمتين حلوين عن الصدق والأمانة وحب الفقراء وحب المساكين وأنا يعني أعمل أشياء مختلفة عنها. دي بعض المعايير اللي بنتكلم عنها. نمرة خمسة، أداء النجم نفسه داخل الإيه، التخصص في خدمة المجتمعين. يعني أنا كنت مثلا فنان سينمائي وعندي زملاء من المصورين والمنظفين، كيف أتعامل مع هؤلاء من خلف الكاميرا؟ فدول برضك اللي هو الأداء الذي يقوم به النجم داخل تخصصه في خدمة المجتمعات. وكذلك الرسالة اللي بيقدمها النجم لما بيطلع بيعمل تمثيلية أو بيطلع فيلم أو بيطلع أي حاجة اللي بتخدم المجتمع. فده معيار آخر من معايير النجومية المجتمعية. الإنجازات اللي قام بها النجم من أجل خدمة الآخرين، إيه تاريخه؟ إيه إنجازاته؟ هل تطوع؟ هل تبرع؟ هل تطوعت؟ هل تبرعت؟ إلى آخره إلى آخره إلى آخره. نمرة سبعة من المعايير الأساسية، المواقف الإنسانية والمجتمعية التي وقف لها هذا النجم ودافع عنها. أتكلم أنا هنا هو في موقف محمد علي كلاي لما رفض أن يجند لك عشان يروح يحارب في فيتنام. طب هو ماله في فيتنام؟ قضية لا تخصه. واتكلم في مسعود أوزال لما وقف لكي يدافع عن المتحنين من أهل اليوغور في الصين، في سينجيانج في تركستان الشرقية، وغير وهم كتير جدا 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 من مواقفه ودافعه عن الإنسانية. لا لسه التمانية، رجعها تاني لو سمحت. تمانية، ارجع. نمرة تمانية، مدى معاناة النجم هذا من أجل عقيدته أو قيمه أو أخلاقه، زي ما إنك مع جميل جيبسون ومحمد علي إلى آخره. طب جزاكم الله خير. يبقى أنا وضحت دول تمن معايير، لكنهم ليسوا كل المعايير. لكنهم ليسوا كل المعايير. من حق أي مجتمع أو أي جمعية أو أي مؤسسة تضع المعايير التي ترى بها هذا النجم. بعد كده
كيف يصنع المجتمع النجوم المشاهير؟ ازاي بقى المجتمعات بتاعتنا بتصنعهم؟ هنالك مجتمعات تقدس العنف والاسف في السينما، فيصبح هذا العنف هو هذا نجوم العنف هم النجوم الكبار. مجتمعات تقدس الاغاني الهابطه، فيصبح نجوم الاغاني الهابطه هم نجوم المجتمع. انا فاكر واحنا صغيرين في السبعينات كده، يعني من مثلا كنا لسه يعني انسح ده حنبوه، ادي الواد لاخوه، يا عيني الواد بيعيط، شيل الواد من الارض، مش عارف ايه، بزازه في الازازه والازازه في اللزازه والحاجات دي كلها. فيصبح نجوم الاغاني هذه هم نجوم المجتمع. وفي مجتمعات بتقدس الرياضه عامه، فكل مجتمع هو اللي بينجم نجمه، هو الذي ينجم نجمه. اديكم بعض الامثله في الرياضه بالذات، يعني عشان ما نختلفش، مش بنختلف على ده كتير جدا. هنلاقي اهم رياضه في كندا هي الهوكي، فنجوم رياضه الهوكي هم او لعب هم النجوم. ونجدها في امريكا هي كره السله، لكن نجدها في اوروبا وامريكا اللاتينيه وافريقيا وباقي دول العالم هي كره القدم. فمع ذلك ونجدها في بعض الاماكن الاخرى اللي هم الرياضات اللي هي اخرى زي العدو والسباحه وكذا 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 وكذا، مش بنفس النجوميه بتاعت النجوميه بتاعت اللي هو كره القدم او كره السله او الهوكي في هذه الاماكن. فهنا نتكلم عن ان من حق المجتمع ان يصنع نجمه حسب ما يرى النجوميه واولويه من هو النجم الاول في المجتمع. بعد كده كيف نتعامل بقى مع المشاهير والنجوم؟ ده كان كله ده كان مدخل بعد اللي هو النصيحه بتاعت الدكتور هاني السبكي في اللي هو عدم التزاوج من النجوم زواجا كاثوليكيا ابديا. كيف نتعامل مع النجوم المشاهير الجدد؟ من هم هؤلاء؟ هم يا شباب يا كبار ويا صغار يا اخوات ويا اخوه، هم نجوم منصات التواصل الاجتماعي. خلاص؟ ده نجومية جديدة نشأت في خلال العشرين سنة الماضية، من 2004 إلى الآن، يعني 16 سنة. لقد فرضت منصات التواصل الاجتماعي نفسها على المسيرة الإعلامية على الإطلاق، على الإطلاق، على الإطلاق وبجدارة، وذلك من خلال تفاعل المشاركين فيها عبر المنصات، والذين يصلوا إلى الملايين بل إلى المليارات. ولقد أثرت هذه المنصات سلبا وإيجابا على المؤسسات الإعلامية التقليدية اللي هي التلفزيون بقى والصحافة والراديو والحاجات دي كلها، وعلى النجوم التقليديين القدامى اللي هم زي حالاتي أنا، مما أدى إلى أن كل هذه المؤسسات الإعلامية اللي أنا ذكرتها والحكومية الأخرى أصبح لها منصات على التواصل الاجتماعي. كل حكومة دلوقتي ليها منصة في الفيسبوك، كل رئيس جمهورية أو كل مش عارف إيه عنده منصة، على خاصة على التويتر أو على يعني في الغالب على التويتر، لكن في عندهم منصات على التواصل الاجتماعي. بل إن في بعض الحكومات تسعى لاجتذاب بعض أصحاب هذه المنصات ليزينوا لها أعمالهم، إن كانت هذه الأعمال صالحة أو فاسدة، فبينجذبوا او بيجذبوا الشباب اليهم بالاغراءات الماديه من بعض الحكومات لكي يزينوا اعمال هذه الدول او الحكومات. اللي بعدها، احنا ليه بنهتم بمنصات التواصل الاجتماعي؟ ليه؟ ما اصل احنا عندنا دلوقتي افلام فيديو وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا تلفزيون وعندنا وعندنا وعندنا. في بعض الاسباب اللي انا حطيتها وانتم ممكن تختلفوا معايا فيها او تتفقوا معايا فيها او تضيفوا اليها او تمسحوا منها. اولا، احنا بنتعامل مع نجوم كلهم غالبيتهم افتراضيين، بيعيشوا في عالم افتراضي من خلال الشاشه فقط. يعني انا بكلمكم دلوقتي، كتير جدا من الناس ما يعرفونيش، كتير جدا من الناس ما شافوني لاول مره، ما يعرفوش تاريخي، ازاي اتولدت، كذا 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 الى اخره. فيكون التعامل مع هؤلاء النجوم الجدد اللي هم بتواصل اجتماعي من خلال الصوت والصورة لم نعرفهم من قبل. في ناس بتطلع امبارح يكون لها بعد كده مليون متابع، فهم سريع الطلقات، ودي من الحاجات اللي هي لابد نكون حذرين في التعامل معهم. يعني دايما يعني بيتكلموا كتير، بسم الله ما شاء الله، بمعنى انها قد يكون لهم اكتر من تصريح في نفس اليوم او اكتر من فيديو فيلم في نفس اليوم.
قبلك ليس لهم حدود قيمية ومعايير متفقة عليها. يعني مثلا إعلام الإعلام الإعلام له معايير، السينما لها معايير أخلاقية، الثقافة لها معايير أخلاقية، اللي هو التلفزيون ونجومه له معايير أخلاقية وهكذا، الصحافة كذا. لكن هذا العالم الجديد الافتراضي لم يدع لنفسه معايير قيمية وأخلاقية. أنا لا أشتم ولا أذم في أي أحد منهم على الإطلاق، ولكني أقول أن الصحافة لها معايير، التلفزيون والإعلام التلفزيوني له معايير، السينما والدراما لها معايير إلى آخره. لكن إحنا في العالم الافتراضي الجديد لم نتفق على معايير جديدة لهذه النجوم الافتراضية وفي العالم الافتراضي. أغلب إصداراتهم فرقعات بالونية زي ما عارفين، عشان إيه؟ عشان الهاشتاج وعشان اللايك، ولايك لايك، تعال دوق لايك، فيري جود لايك، اجرب لايك. هي طبعا كان في اغنيه جديده جدا اسمها ايس ايس، تعال دوق ايس، فيري جود ايس، جرب ايس، ايس كريم ايس، في احد الافلام اللي بدرسه القديمه. طيب اغلب اصداراتهم فرقعات بالونيه موقوته. اغلب النجوم في هذه المنصات من الشباب ما دون ال 40. انا لا اذم في الشباب، بل بالعكس انا اسعى لكي اقف كقاعده صلبه يقف عليها ويرتفع عليها الشباب واغلب المتابعين لهم مما دون 40 سنه. فما بنتكلم حتى على قوه هذا المارد الجديد الذي ولد من اقل من عقدين من الزمن، الا اننا الى الان لم نضع له معايير واخلاقيات وقيم تحكم هذا المجال الجديد. نعم. بعدها انا جبت الحته دي من الويكيبيديا ومن الجوجل عشان نعرف قوه هذا المارد الجديد الذي دخل علينا بكل قواه دون ان ندري، واستيقظنا فوجدناه في غرف النوم ومع اطفالنا. وبالعكس هو يجعل في فرقه بيني وبين اولادي، وكل واحد فيهم ماسك التليفون زي ما احنا بنعمل كده، وتبقى يبقى الاب قاعد في ماسك تليفون، والبنت ماسكه تليفون، والام ماسكه تليفون، والابن ماسكه تليفون، ما كلش بعض. فقلت اما اضع هذه الارقام لكي نكون احنا واقعيين. احنا بنتكلم هنا عن 1 2 3 خمس منصات، خمسه منصات تواصل اجتماعي احدثها اللي هي التيك توك. على التيك توك دلوقتي ما لا يقل عن 800 مليون مشارك، نمره واحد، وبدأ في 2015. عدد مستخدمي الفيسبوك اللي بدأ في 2004 تقريبا 2.5 مليار، 2.5 مليار، عشان تعرفوا قوة الفيسبوك وقوة التيك توك. انا حطيت التيك توك في الاول ليه؟ لان 800 مليون في 5 سنين اقوى بكتير في الانتشار من الفيسبوك اللي بقاله 16 سنة وفقط عليه 2.5 مليار. يعني معنى كده لو في 15 سنة دول التيك توك مفروض يكون عنده قرابة 3 مليار بنفس السرعة اللي هو ماشي فيها، يبقى أسرع من إيه؟ من الفيسبوك. والفيسبوك بدأ لوحده، كانش حد معاه في الأول. عدد مستخدمي اليوتيوب 2 مليار مستخدم، هو بدأ منذ 2005. وعدد مستخدمي الإنستجرام 112 مليون وبدأ من 2010. وعدد مستخدمي التويتر يعتبر 321 مليون وبدأ من 2006. يعني احنا ما بننظر لهذه الخماسية الافتراضية في علم في علوم العالم الافتراضي وقوة منصات التواصل الاجتماعي، نجد ان عدد مستخدمي هذه المنصات الخمسة هو 5.7 مليار انسان على الارض. ممكن بعضكم يقول ايه، طب ما في واحد منهم عنده اكتر من حاجة، طب انا هشيل من 5.7 دول 50%، يبقى احنا بنتكلم عن كام؟ بنتكلم عن حوالي 35% من سكان العالم. يعني هو لو احنا افترضنا ان في 5.7 مليار بيستخدموا هذه المنصات، يبقى دول نسبتهم بالنسبه لسكان العالم اللي هو حوالي 8 مليار نسمه، يبقى هم 73%. لكن انتوا هتعملوا بقى ايه؟ تيجوا تقول لا ده في انا عندي منصه ومنصتين وثلاثه الى اخره. فانا هقول لكم شيلوا من ال 73% دول 40%، 50%، يبقى 23% من سكان العالم. تعرفوا 23% من سكان العالم بتساوي كام؟ بتساوي قرابة 1.7 مليار
1.7 مليار مستخدم. دي قوة خفية قوية تستطيع أن تغير المجتمعات. وللأسف إلى الآن لم نتفق جميعا على وضع معايير لها كمجموعات اجتماعية. قد يكون كل منصة من المنصات دول عندها اللي هو صاحب المنصة، سواء فيسبوك أو التيك توك أو اليوتيوب أو الانستجرام أو تويتر، بيحطوا محاذير عشان يحذفوا بعض ال 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 الإصدارات اللي هي لا تتفق مع المنصة نفسها. لكن أنا بتكلم على أخلاق العمل اللي هو المنصات التواصل كلها ككل، مش فقط إنها أصحاب المنصة فقط. يبقى معناها ان هو حتى لو مشينا بالافتراض ان احنا نطلع تلت هؤلاء اللي 73%، يبقى عندنا احنا في الاخر احنا بنتكلم عن 18 او 20% من سكان العالم بيستخدموا هذه المنصات الخمسة. بعدين ازاي بقى نتعامل مع المشاهير من هنا؟ احنا اتكلمنا عن النجوم الرياضة، واتكلمنا عن يعني الأنواع المختلفة. هنا يجب أن نكون حذرين في التعامل معهم أكثر من حذر مع النجوم التقليديين. ليه؟ لأن كل واحد من هؤلاء النجوم أو من النجمات قاعد لوحده كده، زي ما أنا قاعد كده في الأوضة بتكلم زي ما أنا عايز، محدش شايفني اللي أنا، محدش سمعني اللي أنا، بفرقع زي ما أنا عارف إلى آخره. فالخطورة هنا أن أنا ما عنديش حتى فريق عمل حواليا. زي مثلا لو انت دخلت فيلم يعني عملت فيلم سينمائي، ففي مخرج وفي منتج وفي مصور وفي كاتب سيناريست وكاتب قصه وفي ممثلين حواليك، يعني في ناس على الاقل بيحاولوا يتدافعوا معاك في الراي. اما انا وانا قاعد لوحدي ده وقت على الفيسبوك ولا على التيك توك ولا على الانستجرام، فانا ملك الموقف ده لوحدي. فده الخطوره فيها، لأنهم سريع الاستجابة للأحداث الوقتية التي تخرجوا من مجال آخر. يعني هو مثلا لا في موضة معينة طالعة زي ما احنا، وسرعة تأثرهم بما هو شائع. يعني كتير جدا من الأشياء الخطيرة على هذه المنصات هي كذب واحنا بنشيرها، ودي الخطورة. كتير جدا من الشباب اللي هم يعني على هذه المنصات أي شيء طالع مشايرينه، قد يكون صدق في القلة وقد يكون كذب في وكتير جدا. يعني انا لما نذكر في اكتر من 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 منصه من هذه المنصات قالوا فلان مات وفلانه ماتت وفلان مات وفلانه ماتت وفلان، انا لو اذكر في القصه احد النجوم المصريات اللي هي حتى اللي هي اسمها رجاء الجداوي موتوها 50 مره، الدكتور عبد الكحلاوي موتوها 50 مره الى اخره، الدكتور يوسف القرضاوي موتوه 50 مره، وهلم جرى من هذا. فطبعا سرعه تاثرهم سأثر بعضهم بما هو شائع وإن كان غير أخلاقي، وكذلك تعريف البعض منهم الأخلاقيات والقيم التي تعودنا عليها والتي تتبعها كثير من الأسرة. أنا بتكلم عن الأخلاق دائما والقيم، ليه؟ لأنهم مش شراكة مع فرد، لأن أنا بجيب هؤلاء الأفراد يقفوا جنب مؤسسة. فحال اليمين اللي هو النجم المادي ده بنتكلم عنه، وعلى الشمال مؤسسة. فهل قيم وأخلاقيات هذا الفرد النجم، سواء كان نجم سينمائي أو رياضي أو تلفزيوني أو منصة اجتماعية، قيمه وأخلاقياته تتوافق مع قيم وأخلاقيات المؤسسة التي تسعى لكي تستفيد من نجوميتها أم لا؟ دي مهمة جدا، مهمة جدا، ومش عايزين فيها انكفاءة. ونتذكر كلمة الدكتور هاني السبكي، ما ينفعش التزاوج تزاوج، ما ينفعش أصلا يكون في تزاوج، لكن يكون في علاقة يعني إيه تحكمها القيم والأخلاقيات. فإن أردنا استعماله من الفائدة العظمى، وده ما فيش مانع فيه أبدا، فعلينا أن تكون علاقتنا بهم وقتية ومرتبطة بمدة المشروع أو الحملة فقط، ولا تكون شراكة مثل الشركات الأخرى. يعني مثلا الأمم المتحدة بتعمل شراكات مع نجوم لمدة سنة أو سنتين، وفي معايير وفي نقط بتتكلم عنها. لو النجم ده يعني لم يلتزم بهذه المعايير بينهوا الشراكه قبل السنه او بعد السنه وما بيجددهاش. في نجوم كتير جدا من السفاره الامم المتحده لم تجدد لهم عقود الشراكه معهم في السفاره للامم المتحده. اما بالنسبه للنجم بتاع اللي هو السوشيال ميديا، فانا اقول ان هو بالحته
نرجع تاني بس دي عشان ما كملتش الشرح قبلها بالحته او بالمشروع. انا يعني اخده معايا يسافر مثلا معايا السودان، يسافر جنوب السودان، يسافر كذا، ونرجع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى اخره. ولكن ده مش كلهم مثلا ما عندهمش اخ ابدا، لان انا لا اعني هذا على الاطلاق، لكن انا اقول شيء واحد ان التغير والتقلب سريع جدا لانهم مبنيه على قاعده الفهم الفردي داخل الشاشه الالكترونيه. الصفحه اللي بعدها ادوارهم بقى، احنا عايزين منهم ايه؟ عايزين منهم 5 حاجات، ممكن يكونوا 6، ممكن يكونوا 7، ممكن يكونوا 10، ممكن يكونوا اكتر. اول حاجه ان هم نقلل المصاريف الاداريه بتاعتنا من خلال عمليه الترويج اللي هيقوم بيها لينا. يعني انا لو عملت فيلم دلوقتي وخليت واحد زي هاني البنا هو اللي يعملوا لي، وعملت فيلم وخليت واحده زي انجلينا جولي تعمله، كم مليون هيشوفوا انجلينا جولي؟ وكم فرد هيشوف هاني البنا؟ طبعا كلهم هيشوفوا انجلينا جولي، او كلهم هيشوفوا المذيع المرموق العالمي اللي موجود هنا او هنا، او كلهم هيشوفوا ساديو ماني او كريستيانو رونالدو او ميسي او محمد صلاح او الى اخره، لكن مش هيشوفوا هاني البنا. يبقى هو لما الفيلم اللي انا بكلفه 10,000 دولار او 5,000 دولار او 20,000 دولار مع نجم هيروج لي فهيجيب لي ملايين، يبقى ده بيقلل لي المصاريف الاداريه. نمره حاجه، النجم نفسه بيساعد في المناصره لقضيتي. انا بتكلم عن الفقر، بتكلم عن الجوع، بتكلم عن المرض، بتكلم عن الحرمان، بتكلم عن التصحر، بتكلم عن الجفاف، بتكلم على مرض العمى في افريقيا الى اخره الى اخره. لما يقف هذا النجم ويقول لا لهذا الموضوع، يبقى احنا بنثير الراي العام حول قضيه معينه. طبعا الحصول على التمويل انا اتكلمت عنه في الترويج. رفع وعي الجماهير في قضايا مش موجوده على الاطلاق. انا اقول لكم قضيه اللي هي وسط افريقيا وتهجير المسلمين منها على ايادي الانتي بلكه اللي هي مؤسسه مسيحيه عنصريه موجودة إلى الآن، وفي مئات الآلاف نزحوا إلى تشاد ونزحوا إلى نيجيريا ونزحوا إلى أماكن أخرى، وما زال التطهير العرقي موجود. حد يتكلم عن قضية اللي هو هؤلاء الناس في وسط أفريقيا، قضية اللي هو العنف اللي بيعمله الجماعة بتوع بوكو حرام في شمال نيجيريا وهناك يعني، وازاي الفهم الخاطئ للإسلام بيجعل جماعة من هذه الجماعات تعمل ما تعمل إلى الآن. قضية ما يحدث في الصومال من بعض الجماعات المسلحة اللي هي بتخوف الناس. في قضية اليوغور لما أنا اتكلمت عنها واتكلم عنها وصف لها اللي هو مسعود أوزال، مين يعرف الأوزال؟ قضية كشمير، بعد قضيه غزه دلوقتي اللي في كتير جدا من الناس ما بيتكلموش عنها، والحصار المضروب على غزه الى اخره الى اخره الى اخره. فكل هؤلاء النجوم بيساعدوا في رفع الوعي الجماهيري على القضايا الانسانيه لهذه الشعوب. قضايا بتاعت الكونغو الديمقراطيه التي تسرق، والله سرقه، والله سرقه، والله سرقه بغباء ونهب وسلب بغباء. قضية المعاناة للشعب السوري أو للشعب اليمني، إحنا مش هنزايد على قضايا سياسية أبدا أبدا. الشعوب أولى بالحياة من الأفراد الذين يستغلونها لمصالحهم ومآربهم الشخصية، ولا نسمي أحد لكي لا يتهمني أحد أننا سياسيين أو متحيزين إلى فصيل إلى آخره، أبدا. كل إنسان هو أولى بالحياة، حياة هانئة سعيدة آمنة، يستطيع أو تستطيع هذه المرأة أو هذا الرجل أن يعيش بأمان، سواء كان هذا الرجل أو هذه المرأة من هذا الدين أم من ذلك الدين أم ممن لا دين له. فالحياة حق لكل إنسان، الحياة حق لكل مخلوق، والأمن والأمان حق لكل مخلوق، حتى الطير، حتى السباع، حتى البحار، حتى الأنهار، حتى المناخ، ولا تزايدوا علينا ابدا. ها، مفيش مزايده. نمره حاجه، نمره 4 او نمره 5، زياده راس المال الاجتماعي للمؤسسه، اللي هو راس المال الاجتماعي في المؤسسه ليها راس مال مادي
ده الفلوس، ورأس مال اجتماعي اللي هو الاحترام المجتمع عليها، تقدير المجتمع عليها، تقديم المجتمع عليها، الإشارة المجتمع إليها وإلى إنجازات، دي كلها رأس مال اجتماعي غير ملموس في بعض الأحيان، ولا يدركه بعض رؤساء مجلس إدارة. يقول لك جبت لي الفلوس ولا ما جبتش؟ يقول لك ما جبتش. يقول لك طب خلاص اطلع بره أرفدك. أبدا، أنا جبت لك الاحترام الاجتماعي اللي هو أكتر بكثير جدا جدا من قيمة الفلوس، وإن كنا نحتاج إلى الفلوس. النقطة اللي بعد كده، الشريحة، ما هي إجابات الشراكة مع المشاهير؟ بعدين، المشهور هو سفير بياخدك للفضاء الخاص بيه. انا مثلا في اليوتيوب مثلا، مش انا يا شخصيا يعني، انا بعاني دلوقتي، ما فيش حد بيرضى يخش على الصفحات بتاعتي، لان انا كل كلامي دمه تقيل يعني، او ملوش جمهور زي ما الناس بتقول. عندي مليون، يبقى انا لما بقف جنبك بدخلك اعرفك على المليون اللي عندي، واحد تاني عنده 10 مليون، واحد تالت عنده 30 مليون، وعلى تاني عنده 40 مليون الى اخره. يعني مثلا انا كنت بذكر مثالين، انا كان يعني مثلا اعتقد ان محمد صلاح لاعب ليفربول كان عنده 26 مليون، مش عارف على التويتر او على الفيسبوك الى اخره. يعني فتخيل لو محمد صلاح جه جنب مؤسستك انت كاي مؤسسه، ال 26 مليون بتوع هيجوا معاك، فده بياخدك للفضاء بتاعه والمجتمع بتاعه الخاص، وهيشهرك وهيزود عدد المتابعين والمؤذين لك. وكذلك انا اقول حاجه بمنتهى الصراحه، ان في كتير جدا من المشاهير دول عندهم قيم واخلاق محترمه جدا تتناسب وتتماشى مع قيم واخلاقيات المؤثرين احنا منها، فلذلك احنا علينا ان احنا دي هنستفيد منه، هنستفيد من قيمه، شوف تاريخه الى اخره، وهكذا، وعدد المتابعين وانواع المتابعين اللي عندهم، ده اللي بنستفاد منه. نمره اتنين، ليه بقى المشاهير هم نفسهم؟ شوف انا استفدت كل الوقت بتكلم ايه، كيف استفيد من مشهور؟ طيب المشهور هيستفيد ازاي مني؟ اقول لكم هيستفيد ازاي مني. ها، اول حاجه، المشاهير دول جزء منهم لا باس به، انهم بشر عندهم احاسيس وعندهم مشاعر وعندهم رؤى وعندهم قيم وعندهم اخلاقيات قد نختلف فيها، لكن عندهم في قاسم مشترك بيننا وبينهم. هم هيستفيدوا ايه؟ هم بيؤمنوا بالعمل الانساني، وبيؤمنوا انهم ليهم دور في العمل الانساني، وكذلك بيؤمنوا بقيامهم بمسؤوليه في يعني شعوره في بعضهم، يشعر انه عنده مسؤوليه اجتماعيه تجاه المجتمع. سواء مثلا بعض المشاهير مثلا في قضيه زي قضيه اليمن من اليمنيين، عايزين يقفوا فقط يتكلموا فقط عن ايه؟ عن الميه النظيفه للنازحين في داخل اليمني، عن الطعام، عن الطب، عن 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 في الداخل اليمني، وكذلك في سوريا، وكذلك في لبنان حاليا زي ما بنتكلم عن جائحة لبنان بتاعت الميناء، وكذلك في كشمير، وكذلك في غزة، وكذلك في فلسطين، وكذلك عند اليوغور في 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 الصين الى اخره. عندهم عايزين يحسوا انهم عايزين يقوموا بمسؤوليتهم الاجتماعية ده. والانسان المشهور ده، النجم، بيرى ان فيهم مشاكل كتيره جدا في العالم والمؤسسات غير قادره، فهو يريد ان ينتسب لاحد هذه المؤسسات لكي يزيد الروافد الماديه التي تاتيها. يعني اصبح دلوقتي لو احنا بنتكلم فقط في المنطقه العربيه، احنا عندنا ما لا يقل في اليمن عن 25 و24 مليون محتاج، ولا ادري كم نازح في الداخل اليمني. بنتكلم في الداخل القضيه السوريه في 7 مليون او اكثر نازح في الداخل السوري، وحوالي 5 أو 6 مليون في الخارج السوري في الدول المجاورة. يعني مثلا يعني نتكلم عن بس منطقة خريطة صغيرة كده، نتكلم عن بعد انفجار ميناء بيروت هذا، أصبح في 350 ألف نازح في الداخل اللبناني من أبناء شعب لبنان ما بين عشيرتنا. كل هذه الأشياء تجعل المشهور يحس إن هو عايز يعمل حاجة عشان يجيب مال لهذه المؤسسات لكي تستطيع أن تواجه هذه المشاكل الحادة. بعض المشهورين بيحبوا يقولوا عايز يقف يدافع عن فقراء المساكين، يقول لك وديني أفريقيا عشان أتكلم عن المياه، وديني كشمير عشان أتكلم عن الظلم، وديني الصين عشان أتكلم عن، وهكذا.
برضك بعضهم بيشعر ان هم عايزين يرفعوا مستوى الوعي عند المواطنين وكذلك عند المانحين. لما الامم المتحده تلاقي ان مجموعه من هؤلاء المشهورين واقفين لقضيه معينه انسانيه عادله، هيضطروا انهم يتعاملوا مع هذه القضيه باكثر اهتماما، لان التاثير السياسي للدول الاعضاء في الامم المتحده شيء، وتاثير النجوم على قرارات هذه المؤسسات شيء اخر. التحدث عن القضايا الانسانيه المنسيه اللي اتكلمت فيها، في نقطه بقى مهمه جدا احنا بنضيفها من فكرنا، ودي انا خدتها من احد الشباب، اللي هو ايه، فقه الذكاء يخرج عن قيمه المال اللي احنا مخرجه في اخر السنه. فقه الذكاء في كل مهنه يمتهنها الانسان، في الطب، في التعليم، في الرياضه الى اخره، فيخرج على من مهنته زكاة هذه المهنه، زي ما احنا اتكلمنا فيها عن الدكتور رحمة الله عليه مشالي في مصر، اللي هو طبيب أصحاب الحقوق، طبيب أصحاب الحقوق وليس طبيب الفقراء، طبيب أصحاب الحقوق. فهنا المشهور برضك بيعمل إيه؟ عايز يدفع زكاة عن مهنته. ممكن يمثل تمثيلية، ممكن يعمل ستيتمنت، ممكن يمثل فيلم، ممكن يطلع تصريح، ممكن يغني أغنية لهذه القضية، فده يعتبر زكاة، زكاة المهنة بتاعته. الزكاة لا تقتصر فقط على الأشياء المادية التي نكتسبها ونختزنها للعام إلى أن ينتهي، لكن تكتسبها المدرس، الأستاذ في الجامعة، زكاته هتكون تعليم الفقراء مجانا، الطبيب تطبيب المرضى الفقراء مجانا، وهكذا. دفع زكاة المهنة والشهرة والنجومية المجتمعية. الأخيرة وهي ليست الأخيرة، لكن هي تزكية النفس. يعني شوف أنت لما حد، أنا طبعا مش هقول أسماء الناس اللي أنا سافرت معاهم أو اللي هم سافروا، لما سافروا مثلا لدارفور أو راحوا غزة أو راحوا كشمير أو راحوا للمخيمات السورية أو راحوا اليمن أو راحوا للصحراء الغربية في أفريقيا أو راحوا للكونغو الديمقراطية أو راحوا لجنوب السودان أو راحوا، عشان معلش أنا مش عايز حد يزاد عليا، أو راحوا جنوب السودان أو راحوا أي حتة من الحاجات دي كلها، رجعوا مغسولين، رجعوا في عندهم أحلام كتيرة، رجعوا لهم أمال كتيرة، رجعوا لهم رؤى كبيرة جدا جدا جدا. كيف أخرج هؤلاء المساكين مما هم فيه من معاناة؟ دي إرضاء وتزكية أنفسهم وابتغاء مرضات الله. وده يخش في المسلمين وغير المسلمين. كيف نقبل المشاهير معنا بقى؟ دي بقى الحاجات الرفيعة اللي هي عايزينكم تخشوا انتوا فيها كذلك. كيف نقبل؟ من شروط قبول المشاهير ايه منها؟ أول حاجة، المشهور عشان يجي ويقف جنبك أنت بيشوف الأداء المؤسسي وتاريخ المؤسسة وسمعة المؤسسة في المجتمع على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. يعني أنا مثلا لو جبت لك حد زي محمد صلاح أو زي ميسي أو زي كريستيانو رونالدو أو زي انجلينا جولي او زي ميل جيبسون او الى اخره من المشاهير الكبار دول كلهم، او زي عادل امام او غيره، اول شيء هيحاولوا انهم يدوروا عليه هي دقتهم. مين دول؟ مين رئيس مجلس الاداره؟ مين اعضاء مجلس الاداره؟ تاريخهم ايه؟ بيعملوا ايه؟ بقى لهم كام سنه؟ الناس قالوا عليهم ايه؟ مين الشركاء اللي معاهم؟ كل هذا الاشياء هيحصل في بحث عنك انت. نمرة اتنين، ايه المشاريع اللي انت نفذتها؟ هل انت فسر مشاريعنا نفذناها علشان فئة معينة، فصيل معين، مجتمع معين، او عموميات الناس؟ مين شركائك في المؤسسة؟ ايه الهيكل الداخلي اللي عندنا؟ ايه التمثيل النوعي؟ انت بتتكلم عن نجوم عالميين او نجوم وطنيين او نجوم اقليميين هيبصوا. طب انت مؤسسة ذكورية فكوش ولا امرأة، هل لم تلد او لم يلد مجتمعكم امرأة ناصحة قادرة واعية تستطيع ان تدير قطاع او ادارة او مؤسسة او تكون شريكة في هذا الى اخره؟ مين المدراء التنفيذيين الى اخره؟ هل المؤسسة دي مصنفة على قوائم الارهاب العديدة ولا لا؟ هل الاعلام كتب عنها اشياء سيئة او يمدح فيها الى اخره؟ هل الدولة اللي هي نشأت فيها المؤسسة هذه هل بتدعمها
أو بتحاربها أو بتغلب عنها، واخد بالك؟ هل المجتمع الدولي داخل معاها في شراكات ولا لأ؟ إلى آخره. إيه محتوى صفحات التواصل الاجتماعي بتاع هذه المؤسسة وأعضائها؟ كل هذه الأشياء وغيرها ولا وغيرها هم بيفكروا فيها قبل ما يحطوا إيديهم في إيدينا. واضح؟ 6 نقاط عليكم أيها الإخوة والأخوات، أنت كانهم 7 أو 20 أو ترموا دي كلها في الزبالة زي ما أنتم عايزين. أنا لا يدرني شيء إن لم يفهم كلامي وإن أصبح كلامي يرمى في سلات المهملات، ولكني سأظل أتكلم. يعني بقى ده سؤال مهم جدا، لما التسرع في دعوة النجوم والمشاهير قبل أن نبني مؤسسات محترمة تستطيع أن تجذب النجوم؟ ليه احنا متسرعين؟ ليه عايزين نجيب النجم ده؟ عشان ايه؟ ما انا قلت لك في 6 نقاط قبل كده في الشرح اللي فاتت، انت مين؟ ابن مين؟ بتعمل ايه؟ رايح فين؟ بتشتغل فين؟ تاريخك ايه؟ انجازاتك ايه؟ قالوا عنك ايه؟ علاقاتك ايه؟ شراكاتك ايه؟ وبعدين انا عندي حاجه الايه دي، شوف انا قلت كام ايه؟ كام الكام ايه دول؟ كل ايه فيهم بتدخلك في منطقه معينه، كل واحد فيهم تاخد سنه او 2 أو 3 علشان الناس تعترف بيك، يبقى انت بتتكلم على 20 سنه او 15 سنه او 10 سنين على الاقل في تاريخ المؤسسه. خلاص؟ واضح يا شباب؟ لما التسرع؟ يصبح إضياء أنجازات هذه المؤسسة القوى الجاذبة. خلي مؤسساتنا هي التي تشع ويكون شمس أو ضياء شموس إشعاعاتها أقوى من ضياء شموس نجومية هذا النجم المادي. لكي تصبح ضياء أو يصبح ضياء أنجازات هذه المؤسسة القوى الجاذبة النجوم الذين تلوا سماء الدنيا في هذا الكوكب الأرضي، فهي شمس، اللي هي إيه؟ المؤسسة هي الشمس. شمس مضافة إلى الشموس التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتضيء سماء الكون في هذا العمل الاجتماعي إلى جوار مثيلتها من الشموس. هل أنت مؤسستك أصبحت شمسا أو قمرا أو نجما يضيء مسالك الطرق للآخرين فيسعى إليك هؤلاء النجوم أم لا؟ التسرع لماذا؟ إحنا بنجري ليه؟ ليه؟ نبني مؤسستنا من الداخل ونجعلها محترمة وعندها قيم وعندها معايير وعندها إنجازات وعندها 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 وعندها، وبالتالي الكل حيتهافت إليك، كل حيتهافت إليك. في بعض السلبيات في اللي هو الشراكة مع المشهورين. يعني احنا قلنا الإيجابيات وقلنا ما نتسرعش وقلنا بعض الشروط اللي بيحطها المشاهير وبعض الشروط اللي احنا بنحطها على المشاهير الى اخره، او تكمن الخطوره في مقارنه في الزواج النجومي. نمره 1، مدى تاثير المشهور هذا على استراتيجيه مؤسسك. ده خطير جدا جدا جدا، لذلك اشكر اخي وزميلي الدكتور هاني السبكي اللي قال لا تتزوجوا المشاهير، عاملوهم بالقطعة لأنهم حيأثروا عليكم وحيقودوا مسيرة مؤسساتكم. دي نمرة 1. نمرة 2، كسر التقلب وتغير المشهور حسب الدول. مثلا ذكر لي الدكتور هاني السبكي لما تقابلنا معاه في 2006، ده كان قبل ماتش النهائي بتاع كاس أفريقيا اللي مصر كسبت فيه ضد الكاميرون أو حاجة زي كده، أو ضد كوت ديفوار اللي هو إيه، ساحل العاج. ساحل العاج أنا فاكر كان في ركلات الترجيح. قال لي ايه؟ قال لي انا جالي ممثل كان متقمص شخصيه معينه، لقيته لابس برنيطه بتاعت الكاوبوي ويسترن اللي هو رعاه البقر، ولابس جاكيت يعني بتاع يعني شاب يعني من بتوع المزيكا دول اللي هم يعني الروك اند رول، واخد بالك، ولابس بنطلون تاني. فلما بصيت في شكل اللبس اللي هو لابسه لقيت ان هو بيعبر عن الشخصيه اللي بيتقمصها وهو في التمثيل اللي احيانا يمثلها. ده خطير جدا. فذلك الدكتور يعني اسالوا الدكاتره النفسيين عن شخصيه المشاهير. كثره التقلب وتغير المشروع حسب الدوله اللي تكون بيها او حسب الاغنيه. خدني في حنانك خدني، مش عارف ايه تاني، ودارت الايام،
او يعني اغدا اهواك، سوري اغدا القاك يا خوف، ده ام كلثوم وعبد الحليم، عبد الحليم اهواك واتمنى. فكل الحاجات دي كلها الفنان الجميل ده او النجم ده يكون عايش الدور ده، يبقى هو قاعد معاك بيغني الاغنيه دي او بيقول لك المشهد ده الى اخره. فكتير جدا منهم سريع التقلب، يتغير حجم اعجاب الجماهير بتغيير او ثبات نجوميه. يعني في النهارده المشهور ده طلع عمل حاجه كده واخد بالك، فلذلك انا حصل نقاش يعني انا بقول عليه دلوقتي، بس مش هتكلم عن النجم اللي هو ايه. اتانا نجم، نجم من النجوم، اعتقد هذا في اول الالفيه وكان موجود عندنا في المكتب والشباب احترموه وكذا 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 وكذا، وكان ليه شعبيه جارفه خاصه عند الشباب هذا النجم يعني. فجاء قعد معايا يتكلم، انا قلت له شوف من اول يوم، اصل انا ساعات دم تقيل ولزج وتلم وتنح وبارد خلاص، واحنا بنستقبله كده بالاحترام وكذا وكذا وكذا. قلت له شوف احنا مش هينفع نشتغل مع بعض. ليه؟ كانت شوك. ده انا نجم. قلت له انا بلم فلوس وانت نجم في السماء، وانا مش عايزك تعمل لي فرقعه عالميه تيجي على راسي انا وتوديني في 60 داهيه. ايه ديك يرضيك؟ قفلت السكه. وانا بحبه وانا من متابعيه، ده كان توجه استراتيجي مني انا، لان انا كنت بؤمن ان النجم المعنوي اقوى واعلى من اي نجم مادي. خلاص؟ النقطه الرابعه، خطوره النجوميه في انها لا 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 في انها منصه فرديه وليست منصه جماعيه جماهيريه. دي حاجات من المحاذير. بعد كده اللي بعد كده، قد يعرض بعض المشاهير المؤسسات للصدمات والمشاكل، فالنجم ليس له سياج يحميه غير الشهره بتاعته. تغير مفهوم النجوميه لا يتحدى حسب من يعني النجوميه كل يوم، يعني مثلا نجوم اليوم قد يكون هم او نجوم الامس ليسوا نجوم اليوم، ونجوم التاريخ اكتشفنا انهم حراميه ونصابين وكذا 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 وكذا. تغير مفهوم النجوميه حسب الوضع السياسي بالذات، يعني حينما تدخل السياسه في كل شيء وتتسلط وتتغول الحكومات على مفاصيل الدول المدنيه وتحولها الى دول غير مدنيه، تنطمس نجوميه النجوم الراسخه وتظهر نجوم لا نعرف لهم لا لهم طعم ولا ريحه ولا لون ولا كذا. قد يكون هناك لدى بعض المؤسسات المتسارعه، دي مهمه جدا، في افراد منصتها النجوم. ها؟ في مؤسسات بتتسارع يبقى معينها واحد كده عشان يجري 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 يجري. انا اقول في الحته دي ايه؟ اسمعوني بقى. هذا يعني في كلمة التسارع هذه، في كلمة التسارع هذه، أن هناك ضيق في الأفق لهذه المؤسسة، ضحالة في الفكر، تسرع ومزاجية وفردية وعشوائية انفعالية في اتخاذ القرارات. والله يا شباب ويا شابات لن تبنى المؤسسات بالصور. وأنا أتذكر هنا في منتصف التسعينيات لما أردنا أن ندخل الاتحاد الأوروبي، وقول المثل ده كتير جدا، أتى مستشار وقال لنا من يدير المؤسسة؟ قلنا له لماذا؟ احنا عندنا مشاريع في 20 دولة. قال لا 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 لا، كل ده لا شيء. المؤسسات الكبرى تنظر إلى صاحب القرار داخل المؤسسة، إن كان أهلا وكفئا بدأوا يدخلون في التفاصيل. أول شيء نتكلم فيه ده. فليه احنا بنجري وهل انت معنى ان انت مثلا رحت مؤتمر من المؤتمرات وكانت الاخت انجلينا جولي فيها وردت انها تاخد صوره معاك انت، هتحطها بقى على الفيسبوك بتاعك وعلى الصفحه، ده معناه انها تعرفك؟ تعرفك منين يا ابو يا ابو معروف انت يا ام معروف انت كمان؟ تعرفكم منين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ افيقوا ايها الناس. كتير جدا بيقف جنب رئيس الجمهوريه الفلاني والوزير الفلاني والملك الفلاني وكذا وكذا، هيعرفهم ولا يعرفهم؟
انا لا قالوا لا لا، يبقى واخد معاه كده واحد ولا واحده. ها انا بص 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 بصوا لي على الصوره بتاعتي، شايفاني كده صور القط، واخد الصوره واحطها. يوم ما حد يسال الملك ولا الامير ولا الشيخ ده، تعرف فلان ده؟ يقول له ولا اعرفه. ما نتسرعش، لان رضا الناس غايه لا تدرك. اللي بعد كده، لو حصل عندنا كارثه انسانيه، من الذي يقودها؟ اللي بعدها، المؤسسه وليس النجم. المؤسسه وليس النجم، المؤسسه وليس النجم، لان المؤسسه هي الاسرع والاولى بالقياده، لما لديها من امكانيات وتواجد سريع في اماكن الحاجه، وعليها ان تهيئ المناخ المناسب لوصول هذا النجم المادي لكي يصل الى جوار النجوم المعنويين اللي هي الفقراء والمنكوبين والمؤسسه، لكي يزهو او تزهو هي بوقوفها الى جانب هؤلاء النجوم المعنويين. خدنا بالنا يا شباب، النجم المعنوي والنجم الايه اللي هو المادي، خلاص يبقى احنا اللي نقود، احنا اللي نقود مش النجم المادي. بعد كده، في العمل الوطني بقى، زي قضية سوريا وقضية اليمن وبعض القضايا الاخرى، تبدأ النجومية من ارض الوطن، في الأرض الصالحة اللي بيعاني منها أبنائها، واخد بالك؟ وهم أقرب الناس ليها. فلو احنا استطعنا إننا نجد نجوم وطنيين جيدين يستطيعوا أن يقفوا ويدافعوا عنا، يبقى ممتاز جدا. فسوف نستطيع أن نخطو الخطوة الإقليمية، من الخطوة الوطنية إلى الإقليمية العالمية. لأن نجوم الوطن اللي قاعدين في اليمن في الداخل هم شهود عيان على ما نقوم به، وهم أقرب الناس الى نبض المؤسسه ونبض من يساعده. احنا رايحين بره ليه؟ ده المثل المصري بيقول لك انت عامل زي القرع، القرع اللي هو القرع يعني، او اللي هو اليقطين اللي كان اتغطى بيه سيدنا يونس لما خرج من البحر او من النهر. انت عامل زي القرع بتمد لبره، يعني دايما القرع كده تلاقيه ماشي في الارض وما بيطلعش الثمره مطرح الجذر، لكن بيطلعها بينها وبين الجذر 200 3. فاستطعنا ان نخطو هذه الخطوه، ها؟ فسوف نستطيع ان نخطو الخطوه نحو الخطوه الاقليميه ثم العالميه، لان نجوم الوطن هم شهود عيان على ما نقوم به، وهم اقرب الناس الى نبض المؤسسه ونبض من يساعده. كل مجتمع يوجد المؤثرين فيه من مشاهير محليين. ناس مذيعين في الراديو، في التلفزيون، في التواصل الاجتماعي، كل هذه الاشياء عارفين بعضنا، احنا من حاره واحده، من شارع واحد، من مدينه واحده، من قريه واحده الى اخره. النجوم المحليين دول بقى، المشاهير المحليين دول هم اللي بيعملوا الوعي داخل المجتمع. يا اخوانا قضيتنا في العالم كله حاليا هي مش عدم التعليم، عدم الوعي. كتير جدا من الناس عندنا واخدين دكتوراه، واخدين مش عارف ماجستير، واخدين كذا واخدين كذا، وانا بديهم على قفاهم لانهم ما عندهمش وعي ولا يعرفوا يرفعوا الوعي. الوعي قيمه سامقه لا يعلو عليها اصحاب لا يعلو اليها اصحاب الشهادات. لو احنا فاكرين في مسرحيه في مصر اسمها السكرتير الفني، دي من الستينيات، كان فيها فؤاد المهندس المحامي، وعادل امام كان طالع اللي هو السكرتير بتاع المكتب بتاعه، كل شويه يضربوه على قفاه يقول لهم ايه دي بلد بتاعت شهادات ما بتفهمش، انا اللي بفهم مش المحامي. فاحنا عندنا ناس واخدين دكتوراه، ده كان في فيلم تاني بيقول لك دكتوراه في حتى يا ابو حتى، يعني دكتوراه في حتى مش في اللغه العربيه، مش في متون واصول ولغويات واسمها يا ربي وميتافور اللي هم ايه؟ ميتافور اللي هي اعوذ بالله مش اسمها ابعاد اللغه العربيه ومخرجات اللغه العربيه وكنايات اللغه العربيه الى اخره، ده واخدها في حتى بس. كان في فيلم كده معمول، في واحد فيهم من الممثلين كان بيقول لك ايه؟ انا واخد دكتوراه، فالامير كان بيقول له واخدها في ايه يا ابني؟ يقول له واخدها في حتى، اقول له حتى دي يعني ايه؟ الى اخره. فلما نتكلم عن مثل هذه الاشياء نجد ان احنا، انا بس عشان الانستجرام وقف، تعرف الانستجرام بيقف بعد
فده اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو ايه؟ المشاهير المحليين. مشاهير ايه؟ المحليين. صلح دي بس. طيب، تفعيل دور المشهور المحلي سوف يعمل على تعزيز الثقافة المحلية ووقف الترويج للثقافات الغريبة. الثقافات ايه؟ الغريبة. طيب ده بالنسبة لايه؟ للمحليين من الايه؟ من ال من النجوم المحلية. بس انا كان في مشكلة حصلت كده مع الانستجرام، لان بيستمرش اكتر من ساعة. ماذا عن المؤسسات؟ انا مش شايف بقى الاعلان ده. المؤسسات العربية والمؤسسات في المهجر انا مش شايفها. نزل الشريحة لتحت كده شوية. ايوه، المؤسسات العربية الاسلامية التي نشأت في المهجر في مجتمعات ثقافتها وقيمها وديانها تختلف عن ثقافة وقيم وديان المؤسسات، صح؟ ما كانت اغلب مشاريع خارج الوطن. خلاص انا شايف كده كويس. زي مثلا الاغاثة الاسلامية، زي مسلم ايد، زي مسلم هاندز، زي المؤسسات اللي هي هيومن ابيل، بيني ابيل، الخير فاونديشن، يعني هذه كلها مؤسسات من اللاجئين او من النازحين او من المهاجرين، من ابناء الجاليات العربيه الاسلاميه اللي هاجروا لاوروبا ولامريكا. المؤسسات دي يا شباب لابد ان تتعامل مع المجتمع الذي تعيش فيه على انها منصه وطنيه. منصه وطنيه، يعني انا كمؤسسه انسانيه موجوده في بريطانيا، انا مؤسسه بريطانيه، انا مؤسسه جزء من النسيج المجتمعي في امريكا، جزء من النسيج المجتمعي في بريطانيا، جزء من النسيج المجتمعي في المانيا، جزء من النسيج المجتمعي في اليابان، الى اخره الى اخره الى اخره. لابد لابد لابد. يعني كان في قول مشهور عند زعيم حزب المحافظين من الثمانينات، كان بيقول لو انتوا عايزين تعرفوا وطنية الباكستانيين اللي موجودين عندنا، روحوا ماتش كريكت. ده بنسميه احنا ايه؟ الحكشة. زي حاجة زي كده. لا مش الحكشة، يعني هم الكريكت انتوا يعني شوفوه بقى بعد كده. قالوا لي ليه؟ قال لهم هتشوفوا انتماء الجالية الباكستانية اللي أصبحت عندها الباسبور البريطاني إلى باكستان أم إلى بريطانيا. شفت بقى؟ ده كان تعليق من اكتر من 30 سنه. فانا مؤسسه واخد ترخيصي هنا، اعمل هنا، تحميني هذه الدوله وهذه الحكومه وهذا الوطن، لا اعيش فيه غريب، لا اعيش فيه كنتوء، انا وطني، لا اتي بثقافه دخيله على هذه الثقافه الوطنيه لكي يستطيع ان يقبلني المجتمع الذي اعيش فيه. لابد نتعامل هذه المؤسسة مع المجتمع اللي تعيش فيه أنها مؤسسة وطنية، وإن اختلفت الثقافة والعقيدة فنختار من أبناء وطن المهجر الأقرب إلى قيمنا وثقافتنا وعقيدتنا، ومن يفهمون ثقافة نجومية المؤسسة في مجتمعاتهم وخاصة الغربية. يعني العملية مش حواري، مش أزقة، مش زي ما بيقولوا بالانجليزي جيتو هات، لا، العمليه انفتاح على المجتمع الكبير لكي يعطيني احسن من هو موجود من فلذات اكباد ابنائه. ثم من بعد ذلك نذهب الى النجوميه الاقليميه والعالميه، ومن هم على شكلتهم في النجوم. نجوم الوطن هم الوثيقه الشرعيه لمناهج النجوميه الاقليميه والعالميه المؤسسه. انا طولت شويه، عايز اخلص بقى بسرعه. بعد كده في الكوارث الطبيعيه او ايه، انا مش بس مش عارف اقرا الصفحه من فوق. نزل الكاركترز دول تحت لو سمحت، انا مش شايف. ش
شيل البتاعه اللي فوق دي كلها، مش شايف الصفحه من فوق، نزلها تحتها. الكوره السابعه من النزاعات المسلحه، وكيف نحافظ على الهيد تايب كويس. من شروط اختيار المشهور او النجم عدم الانتماء السياسي لاي فصيل او لاي فكر، لكي لا يصنف كما يصنفه اخر، سواء كان في كوارث طبيعيه او في ساعات مسلحه. من الاسهل الحصول على دعم واهتمام المشهور في الكوارث الطبيعيه، سهله، فيضان، زلزال، كذا، مجاعه. اما عن القضايا الناتجه عن النزاعات المسلحه، وهي قد تكون حساسه وتحتاج اهتمام اكبر، فحين وضع شروط او عقود الشراكه معهم يحبذ ان يكون النجم ليس من ابناء الوطن. يعني في صراعات في اليمن في الداخل دلوقتي، كل منها مصنف، الغالبيه. صراعات في سوريا، كل منها مصنف او الغالبيه. فيستحسن اننا ما نستعملش النجوم الوطنيين في صراعات مسلحه. وناتي بمن هم على حياديه من الابناء الاوطان الاخرى او المجتمعات الاخرى. اللي بعد كده الشريحه اللي بعدها، هنا بقى سؤال مهم جدا بالنسبه لنا احنا. هل يصبح نجوم العمل الانساني والتنمو الاجتماعي نجوم تلتف حولهم؟ نعم، ولكن بصعوبه صعوبه صعوبه كبيره جدا، لان صناعه نجوميتهم قد تستغرق عقود من العمل القاسي والمضني في اماكن قد لا يعرف عنها ولا يذهب اليها ولا يكتشف الاعلام. الناس اللي بيشتغلين في الصحراء طبعا طبعا لسه، بس يعني سيبك من الصور، ارجع تاني اللي قبلها. صناعة النجوم دول في اماكن، في اماكن ما حدش يعرف عنها، يقعد 10 سنين و20 سنه و30 سنه في اي قرى في افريقيا او في اسيا الى اخره. بعد كده هو نقول مجتمعيين، طبعا بعض الصور دي علي، يعني انسوا الشخص ده. انا هنا طبعا في دي ملكه بريطانيا، طبعا كانت كرمتني بناء على العمل الاجتماعي اللي انا قمت بيه قبل كده، اللي انا واقف معاها في المنتصف دي الدكتوره جميله محمود، زميلتي واختي واستاذتي، اللي هي ايه، نائبه الامين العام لاتحاد الصليب والهلال الاحمر. اللي على اليمين خالص ده سيبكم منه، بيضحك عليكم بالبتاع اللي هو ماسكه في ايده ده، الجهاز اللي هو خدها من جنوب افريقيا. بعد كده طبعا هنا بنشوف بقى النجوم الكبار زي مثلا الام تريزا، واللي عملته في الهند واخذت بعد كده الشهاده بتاعت اللي او اللي هي جائزه نوبل للسلام. هنا طبعا كل دول واقفين حوالين كلينتون، يعني شوف كلينتون واحد، وكان ساعتها هو السفير فوق العاده للتسونامي في للامم المتحده في راح اندونيسيا، وكان جه هنا قعد معانا ساعتين ثلاثه في مؤسسه اسمها اللي هي مؤسسه الطوارئ الدوليه. هتلاقوا بقى، شوفوا اللي واقفين دول كلهم مؤسسات، الصليب الاحمر البريطاني، اوكسفام، سيف ذا تشيلدرن، اسلاميك ريليف، تير فاند، وورلد فيجن، يعني كير انترناشونال، يعني شفت كل دي مؤسسات. يعني كلينتون قاعد في وسطنا زي العصفوره، وكلنا مؤسسات. يبقى هنا في مزاج، تمزيج ما بين طبعا كلينتون بعد ما انتهى من رئاسه الجمهوريه بتاعته، ما بين اللي هو نجوميه المؤسسه ونجوميه النجم الايه، اللي نجوميه مؤسسه المعنويه، المؤسسات المعنويه اللي ذكرتهم دول كلهم بالنسبه لكم، ونجوميه النجم اللي هو المادي اللي هو الرئيس السابق بيل كلينتون. فهو اتى ليقف معنا. اتفضلوا. بعد كده طبعا في محمد يونس وفي غير موجود النجوم دول. الصوره اللي بعدها، اللي بعدها لو سمحت. طبعا عبد الستار ايدي، انا متخيل اغلب العرب وللاسف يعني ما يعرفوش من عبد الستار ايدي. عبد الستار ايدي هو اسمه ايدي بالاردو، لكن انتم بتسميه تكتبوا ايدي زي ما انتم تقولوا. طبعا دكتور عبد الرحمن الصميت كل العرب عارفينه، رحمه الله عليه، لجنه مسلمي افريقيا ثم العون المباشر. عبد الستار ايدي بعد انقسام الهند او استقلال الهند عن باكستان او باكستان عن الهند، خرج هو كلاجئ وما كانش متعلم، لكن استطاع ان يعمل مؤسسه صغيره او جمعيه صغيره، اصبحت هي اكبر جمعيه للاسعاف موجوده في الهند، وتوفي في العام الماضي في باكستان. المهندس صلاح عطيه ايضا من الناس اللي هم محدش يعرف عنهم وعمل انجازات غير عاديه في مصر. دول كلهم نجوم باكستان، مين يعرف عنهم دول في العالم كله؟ لو انا جبت مثلا حد تاني من لعيب الكره او لعيب كره السله وكره القدم وكره السله كلكم هتجروا على ده، لكن لا هتروح على عبد الرحمن الصميت رحمه الله عليه، ولا على عبد الستار ايدي رحمه الله عليه، ولا الدكتور المهندس صلاح عطيه رحمه الله عليه. دي امثله من النجوم الوطنيه. اصبح عبد الرحمن السميت نجم اقليمي على مستوى العالم العربي وافريقيا،
لكن عبد الستار ايدي ما زال هو نجم وطني، وصلاح عطية رحمة الله عليهم ما زال نجم وطني في مصر. اتفضلوا بعد كده. هنا بقى هنبتدي نختم اللي احنا بنتكلم فيه، نجومية العمل الإسلامي في العالم العربي. أنا بتكلم بقى هنا عن العمل العربي والإسلامي. حاليا يعاني العمل الإنساني وخاصة العربي والإسلامي من الهجمات الشرسة عليه من خلال ثقافة وسياسة الإسلاموفوبيا. أنا في كل محاضرة هتكلم عن ده، التي تسيطر على كافة المجتمعات حول العالم، بالإضافة إلى اتهام المسلمين وخاصة العرب منهم بالتطرف والصدامات والراديكالية والإقصائية والعنصرية والإرهاب. عايشين في الموضوع ده، عايشين فيه، ده تحدي لابد أن نعلو عليه، ولابد أن نزيله ونتخلص منه. فمن المستحيل، دي من النتائج، أن يبزغ نجم من هذه المؤسسات أو هذه المؤسسات داخل هذا المناخ. لكن في بزغ بعضهم، بزغ رغم كل هذه القيود. من المستحيل أن يبزغ نجم من هذه المؤسسة داخل هذا المناخ السيء الغير أخلاقي وغير عقلاني وغير إنساني وغير قيمي. ومع ذلك فلا بد علينا من الصبر والمصابرة والتدافع كي نفرض نجومية العمل وليس فلسفة المناخ. كي نفرض نجومية العمل وليس فلسفة المناخ. كي نفرض نجومية العمل وليس فلسفة المناخ الذي نعيش فيه وتحكم فيه دوائر لا كنهة لها ولا نعرفها. ده بالنسبة لجمعية العمل الإسلامي. بعد كده أختم بيه برسالة إلى الشباب. الصريحة اللي بعد كده، هنا بقى الرسالة للشباب، دوركم بقى، عملية مش عملية بق طق حنك محاضرة، لا، على الشباب أن يؤطروا لبناء منظومة إنسانية قائمة على معايير أخلاقية وثقافات وطنية تتمثل في قيمة وقامة الفقير الذي يدعون هم رفع المعاناة عنهم. وعلى الشباب أن يتحلوا بالصبر والمثابرة من أجل تغيير فلسفات المناخات السيئة التي نعيش بداخلها وتحيط بنا. وعلى الشباب أن يعوا وعلى الشباب أن يعوا أن بناء الوعي المجتمعي أكثر صعوبة من بناء الطرق والبنايات وشق الترع والأنهار وحتى إزالة الجبال. وعلى الشباب أن يعرفوا أن الوقت جزء من النجاح، وأن التغيير لابد له من أوقات وآجال حتى يحدث، وأن التغيير لن يحدث من غير رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين. وعلى الشباب أن يدركوا أن الإنسانية أعداء، ومن عاد الإنسانية فقد عاد الأوطان والمواطنين. وعلى الشباب أن يؤمنوا أنه لا يأس في مسيرة العمل الإنساني، وأن يزيلوا كلمة اليأس والإحباط والإنزواء من كلمة قوانين من كلمات قوانين قواميس معصيتهم اليومية. 8 1 2 1 2 3 4 5 6 6 رسالات للشباب لابد أن تحققونها في جيلكم، إن لم نكن نحن قد استطعنا أن نحققها في جيلنا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منتظر الأسئلة والتعليقات. أنا آسف من الإطالة. شكرا جزيلا أستاذنا الكريم أستاذ الدكتور هاني البنا على هذه المحاضرة القيمة. والحقيقة اليوم عشنا نقلة كبيرة في فهم النجومية في العمل الإنساني، فشكرا جزيلا لأستاذنا الكريم، وأشكر كل الزملاء وأفراد المؤسسات الذين ساهموا في حضور هذه المحاضرة القيمة. وننتقل إلى الأسئلة وإلى المداخلات، فليتفضل الزملاء الذين يرغبون بالمداخلات في هذه المحاضرة.
طب شوف حد غيره كده لغاية ما يرجع هو، في حد غيره الشباب؟ في سؤال دكتورنا يقول: هل النجومية تتنافى مع الأخلاق مع الإخلاص في العمل؟ لا أبدا، أحسنت. الإخلاص محل القلب ومحل صحيح. المراجعة، لكن صحيح. هيكون عبء كبير جدا على النجم أن يحافظ. يعني مثلا هناك ناس مخلصين لا يريدون الأضواء، العبء هيكون عليهم أقل. أما من استطاع أن يقف على المنصة فمجاهدة النفس هتكون أشد وأشد وأشد، وهنا بتكون مجاهدة النفس لها قواعد و اسمها يا ربي وأطر. أولها التعامل مع نفسك، بينك وبين نفسك في خلوتك بينك وبين ربك، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مدى شعورك بآلام وأحزان ومهام وهموم الذين تقف إليهم. نمرة ثلاثة، أنك تتواضع وتتجرد. يعني لو لم تكن أو لو لم أكن أنا أحسن من يقوم بهذا الموضوع فلأتخلى عن موقعي ولأعطيه للآخرين، وأكون جنديا ولا أكون قائدا. هذه الأشياء بتيجي مع النجوم الذين يحاولون أن يجاهدوا أنفسهم مجاهدة شديدة، هي مجاهدة النفس إلى أن تنتصر عليها بهذه الحيثيات. قراءتك للقرآن، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى في صلواتك، علاقتك مع زملائك، علاقتك مع المحتاجين إلى آخره إلى آخره. أما مجاهدة نفس من لا يريد الأضواء فيها سهلة، أسهل بكثير جدا من الآخرين. شكرا جزيلا أستاذنا على التوضيح. يبدو أن الأخ محمد جمعان عنده مشكلة في النت، هل لا تزال تطلب المشاركة يا محمد؟ ممكن تشوف حد يعني ممكن يكتب، ممكن يمكن الأسئلة كتابة والإخوة يبعثوها لي. نحن نستقبل الأسئلة كتابة. كتابة و يعني مشاركة. حقيقة دكتور هاني، في ارتياح كبير من جميع المشاركين، ورسائل توصلنا متتالية على هذا الطرح الرائع والفريد، ودعوات لك تأتي من جميع الأخوة المشاركين. بارك الله فيك أستاذ. لا يزال المجال مفتوح لجميع الزملاء للمشاركة بالأسئلة والمداخلات. نقول الذي استمشارك يتفضل. تفضل. أستاذ دخاني، في سؤال: تفضل. هل إضافة أفراد نجوميين من الديانات الأخرى إلى مؤسسات إسلامية يضر؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إضافة من تكون ثقافتهم وعقيدتهم مختلفة عن عقيدة وثقافة مؤسسة لا يضر، ولكن هنا بقى مربط الفرس أو بيت القصيد. هل نحن قادرين وعلى استعداد للتعامل مع ثقافتهم وقيمهم وأخلاقياتهم؟ دي نمرة واحد. طرحهم بيكون غير طرحنا، لكن احنا نتفق على معايير فضفاضة بيننا وبينهم. فنحن لو احنا بنتكلم في مجتمع عربي او مجتمع يمني بالذات محافظ يعتبر شبه يعني منغلق على نفسه، فعندنا من الكفاءات البشرية التي تدير مؤسستنا وتستطيع ان تتعامل مع هذه الشخصيات ولا لا؟ انا بالعكس انا احبس هذا. ولكن إلى الآن وللأسف في كثير جدا من المؤسسات التي تدعي أنها مؤسسات إسلامية نشأت في الغرب
من لا يوجد فيها امرأة في مجلس الإدارة، ناهيك عن من لا يوجد فيها رجل أو امرأة غير مسلم في مجلس الإدارة، لكن إن كانت عندك القدرة على استيعاب الآراء المختلفة وليس التسلط برأيك على الآخرين فأهلا بهم، لأنهم إضافة إيجابية على نسيج المجتمع، سوري نسيج المؤسسة المجتمعية. شكرا جزيلا دكتورنا وبارك فيك. اخوتي الكرام، لا يزال المجال مفتوح، ونحن باسم الوكالة اليمنية الدولية للتنمية نشكر وندعو لاستاذنا المبارك دكتور هاني ان يبارك الله عز وجل في عمره وان يحفظه ويطيل عمره في طاعته، وأن يبارك في جميع جهود المخلصين من أبناء هذه الأمة في العمل الإنساني الذي ليس له حدود، حدوده هو الإنسان وكل ذي كبد رطب كما ذكر أستاذنا. هذا هو العمل الذي من خلاله ينطلق الجميع ويبتغون الفضل ورضوان الله سبحانه وتعالى. أستاذنا الكريم، وصلنا سؤال يقول: كيف بقبول الأموال من المشاهير والتي تأتي لهم من مصادر قد تكون غير مشروعة مثل الربا وخلافه؟ بس وقت بالساد. السؤال يقول: أنا خلاص أنا عرفته. طيب، طبعا في رأي فقهي بالنسبة لأموال الربا ألا تترك للبنوك، يعني أعتقد، لا أدري ما لكن هو في رأي فقهي كان لك أنت في مكان ما ومضطر أنك تفتح حساب في بنك غير إسلامي، وهذا البنك يعطي ربا، فبتأخذ قيمة الربا ده بتتخلص منه وتأخذ عليه أجر التخلص من أموال الربا، لكن هم الزكاة، فالمؤسسة بتكون عارفة ان ده مال ربوي، والمال ربوي دي انفاقاته اللي هي غير انفاقات الزكاة، اموال الزكاة العامة. فده حلوها الفقهاء. احنا هنا نعيش في الغرب والاموال متشابكة، يعني في بعض الناس والعياذ بالله حرموا على الناس العمل في الحكومة. ها؟ حرموا على الناس العمل في الحكومة، طبعا ده نوع من أنواع الفقه الضيق. ليه؟ لأن الحكومة وأموالها فيها هذه وفيها هذه الأموال. أنا ليا صديق من أصدقائي من دون ذكر الأسماء، يعني أحد الناس بردك اللي هم الناس اللي هم ما فيش فقه يا أخوانا. إيه؟ الفقه هو أن يفقه الإنسان العالم ما يحتاج المجتمع فيؤثر له من خلال الفقه الشرعي. قالوا للشخص ده ايه؟ مفيش داعي انك تعمل لنفسك معاش لان ده حرام. فالراجل ضاع عليه 30 سنة عمل في هذه البلدة اللي انا فيها اكتر بريطانيا، عشان هذا الشخص الغير واعي الذي ايه افتى له بهذه الفتوى. ففي الامور دي في علماء عرفوا العمل والحياة في مجتمعات مختلفة، لم يعيشوا فقط في الصحراء أو فوق الجبال أو في قرى منعزلة عن العالم وأفتوا للمجتمعات الأخرى. أبدا أبدا أبدا، من حقك أنت أنك تأخذ الأموال كما أنا قلت وتصرفها في مصرف غير مصارف الزكاة، ويؤجر عليها المتبرع أجر التخلص من هذه الأموال. أما بتيجي من غير المسلمين فهم طبعا بتعملها نفس المعاملة، في مشاريع كتيرة جدا إنسانية تستوعب مثل هذه الأموال. يعطيك العافية دكتور، وشكرا جزيلا على هذا الطرح. أخوتي الكرام، عندكم على الشاشة رابط للتواصل مع الدكتور لكل من يريد أن ينهل من علمه وخبرته وتجاربه في العمل الإنساني. وأعيد شكرنا
من الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، والتي تعد إضافة نوعية في العمل الإنساني في اليمن، وتقوم بالتشبيك بين المنظمات الدولية المانحة وصناديق المنح والمؤسسات والشركات التي تعمل في العمل الإنساني، وبين الاحتياجات في جوانب التنمية المختلفة، التنمية في الجانب الصحي والجانب التعليمي والجانب الاقتصادي والإغاثي. نشكر لكم مجددا وختاما حضوركم وتفاعلكم مع محاضرة الأستاذ الكبير الدكتور هاني، ونشكر أستاذنا على تفضله بهذا الوقت المبارك الذي لمسنا ولمس الجميع كم المعلومات الهائلة المعرفية التي أضيفت في فهم العمل الإنساني الذي يحتاجه اليوم أفراد ومؤسسات. أشكركم جميعا، وأعتقد بهذه الخاتمة نكون قد يعني أنهينا هذا اللقاء المبارك، ونتمنى ونرجو من أستاذنا الكريم أن يتفضل علينا بين وقت وآخر لننهل من علمه ومعرفته في مختلف مجالات العمل الإنساني، بحيث تتوالى هذه اللقاءات المفيدة والمثمرة للجميع. بارك الله فيكم جميعا. وقبل أن نختتم، أستاذنا الكريم وصلنا هذا السؤال، يقول: كيف نوثق بين ثقافة المجتمع الأصلية وثقافة المجتمع الغربي؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا عايشين في الغرب، انا عايش في الغرب بقالي 42 سنة، في كتير 42 سنة يعني، في قواسم مشتركة عظمى ما بيننا وما بين هذه المجتمعات، قواسم مشتركة عظمى. فلماذا فقط ان احنا ننظر على نقاط الاختلاف؟ نقاط الاختلاف قد تكون قليلة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ايه هي اللي في ثقافتنا تمنعنا اننا نعمل باخلاقيات ثقافتنا؟ يعني ايه اخلاقيات ثقافتنا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقال عنه كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه خلقه خلقه، مش قوله او قوله، القرآن، وكان قرآن يمشي على الارض. هل احنا لو طبقنا القرآن وخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم في انفسنا ثم طبقناها في من حولنا، هل هيعترضوا عليها؟ ابدا. كل واحد عايش في مكانه، عايز منك اخلاق كريمة، ما تكذبش، ما تسرقش، ما تعملش كذا، ما كذا 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 الى اخره. دي اللي بنتكلم فيها. فاحنا اللي بيننا وبين اي مجتمع في العالم، حتى المجتمعات الغير دينية اللي ما عندهاش دين، البوذية والكذا والكذا والهندوسية، في قاسم إنساني بيننا وبين هؤلاء الناس. ليه أنا أتكلم عن إن أسب دينه ودين أمه ودين أبوه ودين خالته ودين عمته؟ مش ممكن هيحبني. ولو كنت فبما رحمة من الله أنت لهم، ولو كنت فظا، فلو كنت ولو كنت، فلو كنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. يعني حط ربنا حط الرحمه واللين في قلب مصطفى صلى الله عليه وسلم. احنا جايين هنا بقى، احنا عايزين ثقافه القله، عايزين نفرضها على الكثره. ازاي؟ انت عايز الناس كلهم يبقوا على دينك؟ مفيش مشكله. شوف الصحابه عملوا ايه في المجتمعات اللي هاجروا لها، عملوها بالاخلاق، ما عملوهاش بالمظهر، ما عملوهاش بنص بقصر الجلابيه ولا طول الجلابيه ولا طول اللحيه ولا اللي بتسميها الحنه اللي بيحطوها على اللحيه، ابدا. ولا الكلام الكبير التخين مش عارف، ابدا. ولا بالتخويف والترهيب والانعزال، ابدا. اجتمعوا وكان اخلاقهم او معاملاتهم هي اخلاقهم. لذلك انتشر الاسلام في اندونيسيا، وانتشر في الاندلس، وانتصر في كل الدول الافريقيه. ما فيش جيش، ما فيش حرب، ما فيش اي شيء، نشرت الاسلام
بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد انتهاء عصر الصحابة الراشدين. فلذلك انت عايز من ثقافة المجتمع اللي انت فيه، عايز ناس ما تزنيش ما فيش مشكلة، وريهم الطريق بأخلاقك، ما تسرقش ما فيش مشكلة. ما يجيش واحد يا أخي الفاضل يقول لك ايه هذا مجتمع كافر، طب وبعدين وانا باخد الإعانة الاجتماعية منهم وبكذب عليهم وبشتغل، يعني انا بشتغل وباخد إعانة اجتماعية وقعد في البيت، وبعدين هيصدقوك ازاي؟ هيحترموك ازاي؟ العملية مش عملية ابيض واسود، في لينا واكد هذا ان هناك من ليسوا مسلمين فهذه المجتمعات من لهم اخلاق اعلى واصدق وايه يا ربي وانصع بكثير من اخلاق بعض المسلمين اللي عايشين في هذه المجتمعات. الامر مش خطبه جمعه ومش محاضره ومش واحد فاته فاته وهو قاعد بي مش عارف بيعمل ايه، لا الامر معايشه، كيف تعايش الناس باخلاقك المنبثقة عن فهمك لدينك، وكيف عاش بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو مكة دي كان كلهم مسلمين؟ والله المدينة لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلهم مسلمين، والله الشام كان كلهم مسلمين، والله اليمن كان كلهم مسلمين لما جم الصحابة عندكم يا بطن العروبة وبطن العرب وبطن كل حاجة كان كلهم مسلمين، مصر كان كلهم مسلمين، والله شمال أفريقيا كانوا كلهم مسلمين، والمغرب وكذا كانوا كلهم مسلمين. والله ايه ده؟ انا رايحين فين؟ انا مش عايز اقلب المحاضرة محاضرة دينية، لكن انا بقول لكم ازاي القلة ذات القيمة العالية والاخلاق الرفيعة استطاعت ان تؤثر ايجابا على الكثرة. على الكثرة، لكان في بقى لا تواصل اجتماعي ولا تلفزيون ولا انترنت ولا وافاكس ولا حاجة، بالبق ومشين الناس على رجليهم، راكبين الحمير وراكبين الجمال وراكبين الحصنة. الناس كانت بتيجي من الأندلس عشان توصل العراق تتعلم الدين، تدور على حديث واحد للرسول صلى الله عليه وسلم. ها كان عايشين في مجتمع مسلم. ايه ده؟ الواحد يا اخ اخر فاضل بيزعل ليه؟ بيزعل لان في اشياء بسيطة لو عملناها الناس هيحبونا، الناس هيمشوا ورانا. هي الاخلاق. تفضل يا اخي. بهذه الاجابه الكافيه من استاذنا الكريم نكون قد اختتمنا هذا اللقاء الذي استفدنا منه كثيرا واثرنا عملنا هذا الانساني ان شاء الله بكثير من المعلومات اللي ستغير كثير من الفهم في فهم العمل الانساني الكبير. شكرا جزيلا استاذنا الكبير هاني البنا، وشكرا جميعا لكل من شارك في هذا اللقاء كلا باسمه وصفته، والى ان نلتقي ان شاء الله في ملتقى اخر باذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.